أهلا بكم مشاهدينا في هذه الجولة التي نطالع فيها سوية ما تنقلته الصحف المحلية والإقليمية والدولية الصادرة لهذا اليوم من مقالات وتحليلات وعرض الأهم رسوم الكاريكاتير المواجهات المسلحة الدائرة حاليا بين هيئة تحرير الشام الإرهابية من جهة وتنظيم فثبتوا الارهابي غربي مدينه ادلب كانت متوقعه في ظل التوتر المتصاعد بين الطرفين منذ فتره وسط مخاوف الاحتلال التركي من خروج الوضع عن سيطرته. هذا ابرز ما تناولته الصحف الصادره لهذا اليوم، اما بدايتنا فهي سوريا من صحيفه العرب اللندنيه التي عنونت تركيا تواجه تحدي انفلات الجهاديين في ادلب. يشهد شمال غرب سوريا حاله انفلات على وقع تجدد الاشتباكات بين هيئة تحرير الشام الإرهابية وتحالف جهادي تشكل حديثا ويقوده تنظيم حراس الدين التابع تنظيميا للقاعدة والمنشق عن الهيئة وتضع الاشتباكات التي من المرجح أن تتطور في ظل عملية الحشد العسكري من كلا الطرفين الإنجازات التي حققتها تركيا على المحك لا سيما وأن أنقرة تراهن على الجماعات الجهاديه في تنفيذ مخططاتها التوسعيه في شمال سوريا، وفرض نفسها رقما صعبا في المعادله بهذا البلد الجار. وكشف المرصد السوري لحقوق الانسان الخميس عن تفجر مواجهات جديده بين هيئه تحرير الشام وفصائل ارهابيه ضمن غرفه عمليات فثبتوا غربي ادلب بعد هدوء نسبي شهدته المنطقه. وكانت مصادر قد تحدثت في وقت سابق عن عوده الهدوء الى محاور القتال. بين الجانبين، الا ان التوصل تواصل عفوا توتر تواصل بين الجانبين وسط استنفار واستعداد لاندلاع جوله اقتتال جديده في اي لحظه. اما صحيفه الشرق الاوسط فلقد عنونت موسكو توسع اتصالاتها السوريه لعقد الوحده الوطني. مضى مسؤولون روس في الايام الاخيره خطوتين اضافيتين. في التعاطي مع سوريا على اساس انها تتالف من مكونات دينيه وعرقيه وطائفيه واجتماعيه مع عوده الى اختبار امكانيه ترتيب نسخه معدله من مؤتمر الحوار الوطني الذي عقد في سوتشي في بدايه 2018 عبر الدعوه الى مؤتمر الوحده الوطني وتمثيل جميع المجموعات السوريه. كي يقوموا بصوغ عقد اجتماعي جديد اضافه الى توجيه دبلوماسيين روس انتقادات اضافيه تركزت على مستوى الفساد في سوريا مع التمسك بتقويه الدوله. الوثيقه التي اعدها الجانب الروسي لمؤتمر الحوار الوطني في سوتشي تضمنت ان الدعوه ستشمل الجماعات العرقيه والدينيه والمؤسسات التقليديه الى جانب القوى السياسيه في الحكومه والمعارضه. وقتذاك لم تكن دمشق مرتاحه لهذا التصنيف القادم من روسيا، كما انها اعربت مع طهران عن الانزعاج من مسوده روسيه للدستور السوري. في صحيفه واشنطن بوست الامريكيه ونقرا تحت عنوان قيصر قد يدفع داعمي الاسد للتخلي عنه. تقول الصحيفه ان نهايه النظام السوري لا تبدو قريبه. رغم انه يعاني اقتصاديا بشكل كبير ويعود الفضل في ذلك بحسب الصحيفه الى قانون قيصر وتابعت بان الرئيس السوري كان يحاول الدفع نحو النصر النهائي في الحرب هناك. وساعدته روسيا في ذلك لكن تركيا عرقلت جهوده وتقدمه نحو ادلب. ولفتت الصحيفه الى ان العقوبات ادت لانهيار العمله السوريه التي فقدت ثلثي قيمتها منذ بداية العام الحالي ما دفع النظام إلى البحث عن التمويل من رجال الأعمال والأثرياء وأحدهم ابن خال الأسد رامي مخلوف الذي رفض التعاون وكشف عن انقسامات في العائلة وتوقعت أن يؤدي قانون قيصر إلى أن تتخلى روسيا وإيران عن الرئيس السوري بدلا من التورط في حرب لا يمكن الانتصار بها كما دعت الصحيفة الكونغرس إلى التأكد من تنفيذ وزير الخارجية مايك بومبيو وعده بتنفيذ عقوبات الشد على الرئيس السوري وداعميه وهذا بحسب صحيفة واشنطن بوست أما مقالنا في الشأن السوري نشرت وكالة نورث بريس تحت عنوان وليد المعلم حيث السياسة فن لا شيء مقالا للكاتب شورش درويش حول المؤتمر الصحفي الأخير لوليد المعلم وزير خارجيه الحكومه السوريه لنتابع المقال ومن ثم نعود تعيد قوانين وبرامج العقوبات الاقتصاديه او ما تعرف بالحصار الاقتصادي الانظمه المعاقبه الى استعاره خطابها من قواميس وادبيات انظمه سبقتها الى عالم العقوبات وهو بالضبط ما حصل خلال المؤتمر الصحفي الاخير لوليد المعلم وزير الخارجيه السوري الذي دعا او ربما اثنى على قانون قيصر عبر قوله انه يجب تحويل هذا القانون الى فرصه للنهوض باقتصادنا الوطني. وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعميق التعاون مع الاصدقاء والحلفاء في مختلف المجالات واقع حال جميع الانظمه التي رات في العقوبات فرصه ذهبيه للتشمير عن سواعدها وتحقيق اكتفائها الذاتي وامنها الغذائي بل ورات في العقوبات مقدمه لتاسيس نهضتها الصناعيه المتخيله لم تحقق تلك الدول شيئا من وعودها غير ان العكس هو الذي حصل حيث جرت الانظمه المعاقبه طوابير مواطنيها من الطبقه المتوسطه الى تحت خط الفقر وانهكت عملتها المحليه فضلا عن ان المساعدات الطفيفه التي جاءت من دول صديقه او حليفه لم تشكل الفارق المامول فوق كل ذلك تردت وسائل الاكتفاء الذاتي وانهار معظمها ذلك ان من اساسيات الاكتفاء الذاتي وجود بنيه تحتيه صالحه وقابله للصيانه وهو ما تفتقر اليه سوريا فيما لم يدعو المعلم إلى وجوب التفاوض مع قسد بل خفض سقف التواصل وربطه بمسائل خدمية. كنقل الحبوب إلى مناطق النظام وامتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية لكن الدبلوماسية لا تفترض في جزئها الواقعي الدعوة إلى حوار بين النظام وقسد أسوة بالحوارات وجولات التفاوض التي خاضها النظام في جنيف بمعزل عما تمخض عنها من نتائج إذ أننا نتحدث عن المبدأ العام وهو إمكانية الحوار والتفاوض. في مطلق الأحوال لا يمكن للسياسة الخارجية أن توجد حال غياب السياسة على المستوى الداخلي أو لأجل توخي الدقة لا يمكن أن توجد عملة بوجه واحدة. لكن الأسوأ في حالة النظام أنه بات عملة بلا وجهين حيث لا سياسة داخلية ولا خارجية منذ قرر ما قرره مطلع عام 2011. والآن إلى الشأن الشرق أوسطي. في الشرق الأوسط بداية من صحيفة أحوال تركيا التي عنونت الخارجية الأمريكية تركيا تستهدف المعارضين بقوانين الإرهاب ذكر تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية حول الإرهاب لسنة ألفان وتسعة عشر. أن النظام التركي يعتمد تعريفا واسعا للإرهاب وتستغله الحكومة لاستهداف المعارضة ومنتقديها بانتظام. وحسب ما نشرته الوزارة، واصلت الحكومة تقييد بعض الحريات وعناصر نظام سيادة القانون في البلاد بموجب تشريعات واسعة لمكافحة الإرهاب. حيث استخدم المدعوون تعريفا واسعا له. وما يعتبر تهديدا للامن القومي لتوجيه اتهامات جنائيه ضد مجموعه واسعه من الافراد بمن فيهم صحفيون وسياسيون معارضون وناشطون واخرون ينتقدون الحكومه لمحاكمتهم كما ذكر التقرير اعتماد النظام التركي على القانون بانتظام لتجريم ممارسات يجب ان تصنف ضمن نطاق حريه التعبير وحريه التجمع وغيرها من حقوق الانسان الاساسيه الاخرى وقال التقرير نقلا عن وزارة الداخلية في النظام التركي أن السلطات أحالت أكثر من عشرة آلاف حساب على وسائل التواصل الاجتماعي إلى القضاء لتهم تتعلق بالإرهاب في الربع الأول من سنة 2019 أما صحيفة الأخبار اللبنانية التي عنونت مصر تقترب من التدخل الدقيق في الحرب الليبية تصاعد التحركات الدبلوماسيه خلال الايام الماضيه لم يبعد شبح تدخل المصري العسكري في ليبيا فبرغم الاتصالات التي تجريها القاهره مع اطراف اوروبيه وخاصه فرنسا مع ان غالبيتها اتصالات غير معلنه فان الامور تتجه نحو المزيد من التعقيد خلال الايام المقبله اذا استمرت حكومه الوفاق في مخططاتها المعلنه وفق مصادر عسكريه راجع الرئيس عبد الفتاح السيسي تفاصيل التدخل التدريجي الذي وصفته بالمحدود والمتصاعد بعدما اكتملت مشروعيته من وجهه النظر المصريه بدعوه رئيس البرلمان الليبي عقيل صالح القاهره للتدخل اذ كانت الخطوه الوحيده المتبقيه لتنفيذ التدخل ما يعني ان القرار الان مرتبط بالظروف الميدانيه وبالتوقيت مع ذلك لم تتوقف الاتصالات مع واشنطن سواء المباشره على مستوى التنسيق الاستخباري او العسكري مع استمرار متابعه الجيش المصري توافد اعداد كبيره من المسلحين عبر تركيا وهو ما يدل على الاستعداد لتحرك عسكري كبير في سرت ونقرا في صحيفه نصف سمايا جازيتا الروسيه التي عنونت واشنطن تهدد طهران بمجلس الامن كتب جينادي بيتروف مقالا جاء فيه تم تقديم مشروع قرار أمريكي إلى مجلس الأمن الدولي ينص على تمديد غير محدد الزمن للحظر على تسليح إيران والذي ينتهي في الثامن عشر من أكتوبر القادم وإذا لم يلقى المشروع الدعم المطلوب فإن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ إجراءات صارمة بما في ذلك تشديد العقوبات على الدول المستعده لتوريد الاسلحه الى ايران وبالدرجه الاولى روسيا والصين. وفي الصدد قال كبير الباحثين في معهد الدراسات الشرقيه التابع لاكاديميه العلوم الروسيه فلادمير ساجين سمايا جازيتا الروسيه: اعتقد بان مبادره الولايات المتحده لتمديد الحظر ذات طابع انتخابي الى حد كبير. فترامب يذكر ناخبيه بأنه ما زال مصمما على الضغط على ايران، وهذا يعجب جمهوره. تفعيل الآلية السابقة مسألة تستغرق وقتا طويلا. سوف يستغرق الامر عدة اشهر لدراسة هذه القضية في لجان الامم المتحدة، وربما لا يجري التصويت النهائي على الحظر. أما مقالنا في الشأن الشرق أوسطي، نشرت صحيفة اندبندنت عربية تحت عنوان: عندما تبدا طهران بخساره حلفائها العراقيين مقالا للكاتب حسن فحص حول ما خسرته طهران من حلفائها في العراق لنتابع ما تشهده الساحة العراقية خصوصا داخل المكون الشيعي وتحديدا داخل الجماعات التي نمت وترعرعت وتوسعت وسيطرت تحت مظلة الدور والنفوذ الايراني في عراق ما بعد 2003 مفاجأة قد تصل الى حد الصدمة لدى القيادة الايرانية وجهاز قوة القدس التابعة للحرس الثوري المعني بالتعامل مع هذه الساحة بسبب مستوى التشرذم والتناقض لدى هذه الجماعات بين حاضرها وماضيها القريب والبعيد. ويبدو ان هذه القيادات الجديده لقوات القدس التي يمثلها الجنرال اسماعيل قااني لم تكن تتوقع وبناء على علاقه كانت تعتبر استراتيجيه بينها وبين قيادات سياسيه وعسكريه وامنيه ان تصل الامور الى مستوى التنصل الذي بدا هؤلاء يمارسونه فيما يتعلق بالعلاقه بايران وحتى فيما يتعلق بالموقف السياسي المستجد على الساحه العراقيه بعد مجيء مصطفى الكاظمي رئيسا للوزراء غياب سليماني عن المشهد الاقليمي وخصوصا العراقي اخرج الى الضوء كل التناقضات والمساومات التي كانت مغيبه بفعل الاسلوب الذي كان يتبعه في حل المشاكل والعقبات التي كانت تواجهه في عمليه ترتيب البيت الشيعي العراقي تحديدا ان كان بتوظيف العلاقه التاريخيه التي كانت تجمعه مع بعض قيادات هذه الجماعات منذ عقود او عبر استرضائها وتمرير ابتزازها له للحصول على مكاسب ومصالح وحصص داخل السلطه والدوله. وقد يكون الكلام الايراني عن ان غالبيه من كانوا يحسبون على انهم حلفاء لطهران لم يعودوا كذلك وانهم باتوا اقرب الى الخيار الامريكي منه يعني ان المرحله المقبله لن تشهد حماسه ايرانيه في الدفاع عن هذه القيادات واحزابها وجماعاتها ولعل أبرز محطات الصدمة الإيرانية على الساحة العراقية حالة الفتور السلبي القائمة بينها وبين زعيم منظمة بدر وزعيم تحالف الفتح هادي العامري الذي بدأ مسارا واضحا بالابتعاد عن الخيار الإيراني بعدما اعتبر أن فرض الكاظمي رئيسا للوزراء كان على حسابه فضلا عن حرمانه من تولي الموقع الذي شغله المهندس كنائب رئيس هيئة الحشد أو حتى رئيسها بدلا من فالح الفياض والان الى الشأن العالمي عالميا صحيفة لوموند الفرنسية التي عنونت فرنسا تخطط لفحوص ممنهجة لكشف إصابات كورونا في باريس قال هو وزير الصحة الفرنسي أوليفييه في رام في مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية إنه سوف يتم تجريب فحوص ممنهجة للسكان الفرنسيين على متطوعين في المناطق التي يتفشى بها فيروس كورونا وأوضح في إيران أن أكثر من 1.3 مليون شخص في في عفوا في 30 مجتمعا محليا بمنطقة باريس سوف يحصلون على قسائم من التأمين الصحي الوطني تظهر أنهم خضعوا لفحوص الكشف عن الإصابة بكورونا ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المقابلة أن فيران قال إن الهدف من ذلك هو تحديد الإصابات الجماعية غير النشطة بالفيروس وتم إجراء نحو 250 ألف فحص هذا الأسبوع وكانت نتائج نحو 99% من الخاضعين للفحوص سلبية حسب قول فيران ويتم تنظيم الفحوص الممنهجة في الأماكن التي ينتشر فيها الفيروس حتى بالحد الأدنى واشار الوزير الى ان فرنسا تبذل كل ما بوسعها لتجنب عمليات اغلاق اخرى ونقرا في مجله فورين افيرز الامريكيه التي كتبت تحت عنوان كيف تنتهي الهيمنه تفكك قوه امريكا كتب الكسندر كولي ودانييل نيكسون ان هناك مظاهر عديده للازمه التي يشهدها النظام العالمي من ضمنها الاستجابه غير المنسقه لجائحه كورونا والازمه الاقتصاديه الناجمه عن تفشي الوباء. وعوده السياسات القوميه واغلاق الحدود بين الدول، وكلها مؤشرات على ظهور نظام دولي اقل تعاونا واكثر هشاشه. واشارت الى ان العديد من المراقبين يرون ان هذه التطورات تؤكد مخاطر السياسه التي ينتهجها رئيس الولايات المتحده دونالد ترامب. والقائمة على شعار أمريكا أولا وتخليه عن دور بلاده في قيادة العالم وعن التزامها بتعزيز نظام دولي ليبرالي وخلص المقال إلى أن على الولايات المتحدة إذا كانت ترغب في أن تحتفظ ببعض التأثير لنموذجها الاقتصادي والسياسي أن تعمل على ترتيب شؤونها الداخلية وأن تعيد تنشيط سياستها الخارجية على نحو يضمن قدرتها على ممارسه تاثير كبير على النظام الدولي حتى في غياب هيمنتها العالميه. اما مقالنا في الشان العالمي. نشرت صحيفه الشرق الاوسط تحت عنوان ليبيا والحاجه للمصالحه وجبر الضرر، مقالا للدكتور جبريل العبيدي حول حل الازمه الليبيه، لنتابع المقال. ليبيا بعد سنوات الجمر والفوضى والحرب في امس الحاجه للتصالح واصلاح ما افسدته الفتنه والقتال والاحتراب. تنوعت فيها الاسباب والاهداف ولكن توحد فيها الضحايا وهم ليبيون شرقا وغربا وجنوبا. منهم من قتل بايد ليبيه ومنهم من قتل بايد عابره للحدود. تنوعت بين مرتزق للمال ومرتزق للفكر، لكن الضحيه كان ليبيا دائما. ولعلاج الحالة الليبية لا بد من الشروع في مصالحة وطنية شاملة والابتعاد عن المطالبة بكليب حيا فحالة التعنت وتغليب الذات على الوطن التي لا تجدي نفعا في حل أي إشكال أو اختلاف في الرؤى هي انتحار وتغليب مصلحة الوطن هي الطريق الصحيح نحو بناء وطن للجميع خال من الإقصاء والتهميش اختزال ليبيا ورهن إرادة شعبها في إطار حزبي ضيق يحمل بعضه أفكارا ورؤى وولاءات خارجية ثبتت فشلها في بلدانها يجعل من محاوله استنساخها في ليبيا مرفوضا بالمطلق فحريه الاراده التي هي سلوك الانسان وتصرفاته تنبع من ادارته الحره بالكامل من دون تدخل اي طرف هذا هو الطريق الصحيح لبناء وطن فيه الفرص متاحة للجميع والبدء في التعطير السياسي وبناء المؤسسات وإعداد مشروع تنموي ضمن استحقاقات الانتقال من الثورة إلى الدولة فالوطن ليس كلمة أو تعبيراً إنشائياً أو مضافاً إليه في أي مسمى حزبي أو مؤسساتي الفدرالية يمكن أن تكون الحل في ظل حالة الاحتقان والاصطفاف غير المسبوقة في ليبيا، بعد تفشي خطاب الكراهية وانعدام الثقة بين الأطراف، فالفدرالية شكل من أشكال الحكم السياسي الممكن في ليبيا لتفادي التقسيم، بحيث تكون السلطات فيه مقسمة دستوريا بين حكومة مركزية ووحدات حكومية، بحيث تقوم السلطة الفدرالية بإحكام السيطرة على التقسيمات المناطقية للسلطة كافة. حل أزمة ليبيا لا بد أن يكون تفاوضيا وليس عبر الاستقواء بالغريب الذي سوف يعقد الأزمة ولا يقدم حلا بل يضع العصا بين دواليب العربة ويعرقل فرص الحل السلمي والآن إلى أخبارنا المنوعة أخبارنا المنوعة بداية من صحيفة العرب اللندنية التي عنونت القردة حرة والناس في قفص بمدينة تايلاندية لم تعد الألاف من القردة الطليقة في محافظة لوبوري التايلاندية تجذب السياح الغائبين بسبب فيروس كورونا وبتت خارج عن السيطرة مع مواجهات فيما بينها ما استدعى تحرك السلطات وقالت كولجيرا المضطرة المضطر عفوا المضطرة إلى وضع سياج في الباحة الخلفية لمنزلها نعيش في قفص والقردة تعيش في الخارج وعلى مسافة قريبة وضع تاويا ساك وهو صاحب متجر آخر نمورا وتماسيح قماشية في محاولة لإفزاع القردة مستخدما العصي أحيانا لطردها من محله وقد تضاعف عدد القردة في غضون ثلاث سنوات وبات 6000 قرد مكاك تعيش اليوم إلى جانب السكان البالغ عددهم وعشرين ألفا وحولت القردة دور السينما السابقة في المدينة إلى مقبرة حيث تنقل إليها جيف الحيوانات النافقة وتسهر عليها وتشكل هذه القردة نقطة الجذب السياحية الأولى في لوبوري وكان أبناء المدينة يغضون الطرف عنها لأنها تشكل مصدر إيرادات لا يستهان به ونبقى في اخبارنا المنوعه. مع دخول كمامات الوقايه من فيروس كورونا حياتنا اليوميه قرر رجل اعمال بلجيكي ان الوقت قد حان لاطفاء لمسه ذاتيه حتى لا تختفي ملامح الوجه وراء الكمامه لنتابع. حان الوقت لاضفاء لمسة ذاتية حتى لا تختفي ملامح الوجه وراء كمامات الوقاية من فيروس كورونا والتي دخلت حياتنا اليومية. هذا ما قرره رجل الاعمال البلجيكي شارل دو بلفروا. فباستخدام حجرة صغيرة لالتقاط الصور وبرنامج وتطبيق عبر الهواتف المحمولة ينتج دوبيل فروا كمامات يطبع عليها صورة لملامح النصف الأسفل من وجه من سيستخدمها <applause> الفكرة خطرت على رأس بلفروا بعد أن أدت إجراءات العزل العام بسبب كوفيد-19 في بلجيكا إلى انهيار الشركة التي يملكها وكانت تعمل في مجال تنظيم المناسبات <applause> وقال بلفروا إن سعر هذه الكمامة يصل إلى نحو 20 يورو أو ما يوازي نحو 22 دولاراً و60 سنتاً ويمكن غسلها واستخدامها لما يتراوح بين ثمان وعشر مرات. وتنظم الشركة مناسبات في أماكن مثل المتاجر الكبرى حيث يمكن طباعة الكمامة للزبائن على الفور، كما طورت تطبيقاً يمكن من خلاله طباعة ابتسامة الزبون على الكمامة. وابدى الزبائن اعجابهم الشديد بهذه الفكره ومنهم فيرجيني تايس التي قالت ان الكمامه العاديه لا تحمل طابعا ذاتيا ولكن بطبعه صوره الوجه عليها فانها تصير اكثر مرحا والفه <applause> وبعد تقديم طلب للحصول على الكمامة، يرسل إلى الزبائن رابط ينقلهم إلى تطبيق يتيح لهم التقاط صورة للوجه وإرسالها إلى الموقع الإلكتروني للشركة. والآن وقفة مع أبرز الرسوم الكركتيرية التي تناقلتها الصحف الصادرة لهذا اليوم. لنتابعها معا ومن ثم نعود نهاية الجولة شكرًا لكرم المتابعة ولا تنسوا زيارة موقعنا الرسمي اليوم. نت إلى اللقاء.